بعد 9 أشهر من الإضراب المفتوح اللي عرفته كلية الطب والصيدلة. فيما يخص شعبة الصيدلة في آخر مقترح حكومي اللي كانت تعطى في يونيو تم القبول المبدئي عليه بواحد النسبة اللي تفوق 90%، رغم أنه كانوا بعض التجويدات اللي طلبناهم في ذاك المقترح الحكومي اللي شي حوايج اللي بسيطة اللي كان يمكن الحل ديالها في جوان زعما بلا ما نحتاجوا أننا نوصلوا المقاطعة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة الامتحانات. كنشوفوا أن دابا الوزارتين الوصيتين كيحاولوا غير يعاودوا في الاساسيون كيتجاهلوا المشاكل كيتجاهلوا جوهر الأزمة. فراه المشكل ماشي هو ديال اون سيسيون ديكزامان ولا تعطيني ان بون ديكالاج، ولا المشكل في انك تحل معايا الملف المطلوبي تعطيني حلول واقعية المشاكل اللي جيت طرحتها عليك النهار الاول. اليوم كنجيو كنشوفوا باللي كاينه واحد الوقفه سلميه في امام كليه الطب والصيدله بالدار البيضاء، وكنتفاجئوا بانه كاينه واحد التطويق امني اللي كبير ما عرفنا الصراحه علاش، واخا حنا معروفين بسلميه النضالات ديالنا وسلميه الوقفات ديالنا. عمر ما طرا شي مشكل وعمره غيطرى ان شاء الله. رحنا زعما طلبه ديال الطب والصيدله ما نحتاجوش اننا النيفو ديالنا راه باين زعما ما نحتاجوش نقولوا اكثر في هذا لو سوجي. كنشوفوا اليوم باللي كاينين توعدات بانه يتم فصل ازيد من 2000 غدو بلون، كيقولوا لهم صافي نتوما زعما راه غادي نجريو عليكم من الكليه، رغم الخصاص المهول اللي كيعرفوا سواء اللي كيعرفوا البلاد ديالنا في الاطباء، فكيفاش غادي نبغيو ولا نقدروا ولا يعطينا خاطرنا اننا نفصلوا ازيد من 2000 طالب؟ هذا هو السؤال ديالي وشكرا.